طيب احنا لسه مكملين في اخبارنا، وكنا بنتكلم عن الشناوي والفتره اللي بيعيشها مع النادي الاهلي في تعلقه وتميزه بشكل كبير والتطور اللي حصل للشناوي في الفتره الاخيره بسبب مدربه ميشيل، المفترض ان هو يعني يشتغل عليه بشكل مختلف تماما عن الفتره اللي فاتت. وكلنا شفنا ان الشناوي في الفتره الاخيره يستحق هذا المبلغ وان هو يتحط في الفئه الاولى بالنسبه للعقود للنادي الاهلي. دي متهيألي من الحاجات ميزت الشناوي في الفترة الأخيرة. طيب احنا برضو معانا خبر تاني من النادي الأهلي، وهو كان تعديل عقد هاني محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعديل عقد الثلاثي محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة عشان يكونوا ضمن الفئة الثانية في النادي الأهلي. اللعيبة المفترض الثلاثة يحصلوا في الموسم الأول على 6 مليون، وفي الموسم الثاني 8 مليون، والموسم الثالث 10 مليون. وكان يعني برضو انا عندي تحفظ شويه في حته يعني العقد بالنسبه لرامي ربيعه عن ايمن اشرف ومحمد هاني، بما ان هما الاثنين بيلعبوا بشكل مستمر على العكس بالنسبه لرامي ربيعه بقاله فتره مش موجود، فهنا ممكن يكون في اختلاف شويه بالنسبه لهذا العقد. ما اعرفش بقى حضراتكم توافقوني في هذا الكلام ولا شايفين الموضوع ازاي. برضو كان معانا خبر مهم جدا، وهو الاهلي بيرسل مكافاه الدوري وافريقيا لكابتن احمد فتحي برئاسه اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بيرسل مكافاه الفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا لاحمد فتحي لاعب بيراميدز، واشارت المصادر ان مبلغ المكافاه يصل لحوالي 1.5 مليون، وده يعتبر رد الجميل بالنسبه لاحمد فتحي لانه مشي بشكل كويس على عكس تماما بالنسبه لاشخاص اخرى زي رمضان صبحي اللي هو ما تعاملش بنفس المعامله كاحمد فتحي، وهو صراحه كان من اللعيبه المهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي وايضا في اي مكان موجود فيه الكابتن احمد فتحي. برضو معانا خبر، وهو تدخل كبار النادي الاهلي لانقاذ مروان من الاكتئاب، وحرص عدد من اللاعبين الكبار في النادي الاهلي وعلى راسهم محمد الشناوي ورامي ربيعه وسعد سمير والسليه على التدخل لاخراج مروان محسن من الحاله النفسيه السيئه اللي بيمر بيها في الفتره دي بسبب هجوم جماهير النادي الاهلي عليه بشده، وطلب اللاعبين الكبار من مروان انه يركز في الماتشات في الفتره اللي جايه وعدم التفكير في الهجوم ضده، وان مفترض ان وجوده في الملعب هو اللي هيفرق وهيستعيد مستواه بشكل كبير. ومروان المفترض ان هو يفكر اكتر في الوقت اللي جاي بالنسبه لوجوده في النادي الاهلي، بما ان اغلب المدربين بيعتمدوا عليه او شايفين ان هو لاعب يستحق ان هو موجود داخل الملعب، وبما ان برضه ان مفيش جمهور في الملعب فمتهيألي دي حاجه بالنسبه له ما تاثرش عليه، يعني ما يهتمش بالسوشيال ميديا والاخبار الكتير اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا والانتقاد. انا اتوقع بمشيئه الله باذن الله المستقبل للعياده دي والدكتور عمرو والصف. بشكر الدكتور عمرو وبشكر الفريق الطبي اللي معاه كلهم، لان بصراحه ربنا يبارك لهم كلهم. عمرو الصف يجنن، هايلين الحقيقه، الشباب كلهم حلوين. انا دكتور احمد سعيد فوله، انا من التيم اللي شغال في دبي كلينيك. انا دكتور جمال محمد طه ابو المجد، بنشتغل كل حالات الالم الموجوده. احنا هنا في العياده فريق متكامل من استشاريين واخصائيين. من اول ما المريض بيبدا يخش الكلينيك عندنا بيتعمل له تقييم لحالته، بنعالج كل حالات الالم، حالات الم المفاصل عموما سواء بقى كتف، ركبه، كوع، حالات الم العمود الفقري، حالات الم الظهر والرقبه. احنا هنا بنستخدم تقنيات حديثه جدا لعلاج الالم، حقن بالاستخدام المجرات الصوتيه، بنستخدم حقن الاوزون وحقن البلازما الغنيه بالصفائح، حقن الكورتيزون عندنا قليل جدا يكاد يكون منعدم، مش بنستخدم مسكنات تقريبا خالص لعلاج الالم. نتمنى تشرفونا في دبي كلينيك.